الصيام مربوط بشهر رمضان شهرا عربيا اسلاميا. الحج مربوط باشهر الحج. الحج اشهر معلومات، اشهر المعلومات يعني شوال، ذو القعده، ذو الحج. الاعياد عيد الغدير 18 للحج. عيد الفطر اول شوال. عيد الاضحى 10 للحج. 40 الامام الحسين في يوم 20 من صفر. ميلاد الامام الحجة في النصف من شعبان. وعلى هذا المعدل الاسلام كرر وربط تاريخه واموره كلها للاشهر الهلالية العربية. المسلمون ضعاف النفوس وهم كثرة كبيرة في البلاد الإسلامية ربطوا أشهرهم شنو؟ بالأشهر الرومية. مارس، نيسان، آذار، قانون، تشرين، إذن كلها أشهر غربية مو مربوط منها إطلاقا. تشرين أول وتشرين ثاني وقانون أول وقانون ثاني، شباط ومارس ونيسان وحزيران وتموز، إذن ليست أشهر لا عربية ولا إسلامية، وإنما هذه أشهر غربية. المسلمون اتخذوها شعارا في دوائرهم وإذاعاتهم وصحفهم وجرائدهم وتواريخهم، وهذا في الحقيقة دلالة على ضعف النفسية، لأن التقليد تقليد الأعمى يدل على ضعف النفس. الإنسان الضعيف النفس يقلد تقليدا أعمى للذي هو فوقه في ظنه، وإلا إنسان عنده تاريخ، وتاريخ أجمل من التاريخ الغربي. لأن الأشهر الهلالية شيء مربوط بالهلال، شيء واضح. أما الأشهر تشرين وقانون وشباط ونوفمبر ويوليو وما هذه الأشياء، هذول مربوط شنو؟ مو مربوط أصلا. ثم هذه الأشهر شهر 29
شهر ثلاثي، شهر واحد ثلاثي، شهر خير ثلاثي، أو ما أسير قوتر في قوتر في قوتر اعتبار في اعتبار في اعتبار. نحن الذين عندنا تاريخ الزلبي مثل شنو؟ مثل عندنا ضياء هذه الأضوية المنيرة، احنا نجي نكسر الأضوية ونجيب شمعة ونشعل شمعة على الوطن. وفرد الإنسان عنده تمن ودجاج، يترك التمن والدجاج يأكل خبز يابس وملح، فيقال له هذا يكون عندك حق يا هذا أن يرطن بين أكلك وهذا الأكل، وأن يرطن بين مصباحك ونورك وهذا النور الضعيف. هو الإنسان عنده كونديشن، كونديشن زين يربط، يشيل هذا الكونديشن إذا تضرب يجيب القطعة المقوى يهدي نفسه. هاي ما نصر هم يشرح الأفضل وأحسن وأصغر وأبرد. فالتاريخ الإسلامي هو الأشهر إسلامية العادية المرتبطة بها قضايا إسلامية، الحروب الإسلامية، مواليد الأئمة الطاهرين، أعياد الإسلام، مناسبات إسلامية، وحياة النبي والأئمة، كلها مربوطة بالأشهر الإسلامية العربية. لذلك الحقيقة هذا الشيء الذي على أن نشاهده في بلادنا من الأشهر الغربية هذا جاء مع الاستعمار. المستعمرون قبل 50 سنة لما دخلوا بلادنا جاءوا بتاريخهم، بس هم مو عجيب فهم مستعمرون يعتون بتاريخهم، أما نحن الذين ابتدعناهم لماذا؟ والآن إذا تسأل من 1000 مسلم لعله 900 منهم أصلا يعرف كل الأسامي العربية الإسلامية. لماذا هذا الشيء؟ لازم علينا أن نبدل تاريخ الاستعمار إلى تاريخ إسلامي صحيح. هذا بالنسبة إلى الأشهر، فإذا كتب الكتاب إلى صديقك أو ألف التأليف أو كنت ذات يوم صاحب جريدة أو صاحب مجلة أو عندك إذاعة أو تلفزيون أو ما أشبه، اكتبها بالتاريخ الإسلامي. في 15 من شهر رجب ألفت هذا الكتاب، في 22 من شهر شعبان فتحنا هذه المؤسسة، في 25 من شهر شوال سافرنا إلى فلان منطقة، وعلى هذا المعدل في يوم كذا من شهر محرم الله أعطانا مولود تاريخا إسلاميا عربيا. هذا ناحية. الناحية الثانية تغيير التاريخ العام، التاريخ العام عام سنة. احنا عندنا تاريخ إسلام، من تاريخ الإسلام الهجري من هجرة رسول الله، يعني لما هاجر الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لأنه كان منعطفا في تاريخ الإسلام والمسلمين، المسلمون والرسول اتخذوا هذا تاريخا لهم، تاريخ الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التاريخ الإسلامي الصحيح. فقسم من الكتب عن الشارع من كتب مدرسة والمدرسة يقولون هذا التاريخ وضعه عمر وبإشارة الإمام أمير المؤمنين، وهذا كذب، هذا التاريخ وضعه رسول الله قبل عمر وقبل أبو بكر وقبل علي وفي زمانه، وإلا في زمان الرسول التاريخ شنو كان مسألته؟ يعني أنه الرسول هاجر من مكة إلى المدينة، اتفقت حرب، شنو يقولون حرب الفرق اتفق؟ يقولون خلي حتى الرسول يموت ويجي أبو بكر ويجي عمر وبعدين يقول الحرب في سنة كانت، كانوا يقولون في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثالثة من الهجرة تزوج فلان بفلان، في السنة الرابعة من الهجرة ولد الإمام الحسين، في السنة الخامسة من الهجرة اتفقت فلان حرب، في السنة السادسة من الهجرة بعد الرسول بسرايا إلى كذا وكذا، في السنة السابعة من الهجرة صارت حرب خيبة. وعلى هذا المعدل هذا شيء أسطورة كذب اشتهر في الكتب الإسلامية خصوصا الكتب المدرسية. هذا
تاخذ السعوديه او العراق او الكويت او مصر كلهم يملكون هذا الشيء، بينما هذا لا اساس له من الصحه على ذلك. يقولون التاريخ الاسلامي وضع في زمان عمر، والشيعة يقولون بإشارة علي، يعني يبدون يشاركون علي بن أبي طالب مثلا في الموضوع، حتى لا يقول بس عمر أو بس علي بن أبي طالب اثنينات وما طوال التاريخ. إنما هذا غلط في غلط. هذا الإنسان اللي مثلا يقول على أنه الآن نهار، أو شلون كذب؟ لكن واحد أعمى يصدق، يقول الأعمى من الليل والنهار، والحسن نهار يقول الذين يقرؤون هذه الكتب ويضعون هذه الكتب ويستمعون الى اذاعات الصحف ويظنون ان هذا صدق هم اعمى، ما يحققوا. حققوا، شوفوا ان الرسول لما هاجر وبقي في المدينه 10 سنوات بلا تاريخ كان الرسول. بالعكس اي تاريخ تراجعه تجد يقول في السنة الأولى من الهجرة اتفقت حرب بدر، يعني شنو السنة الأولى من الهجرة؟ أي تاريخ؟ تاريخ من شنو؟ فما يحتاج إلى أن الرسول يموت وبعدين يجي أبو بكر ويضع التاريخ وبعدين يجي عمر ويضع في زمان عمر التاريخ، فهذا كذب. وعلى كل حال نحن عندنا تاريخ إسلامي هجري 1398 من الهجرة العام الذي نحن فيه الآن، 1398 من الهجرة. أما بالعكس روح إلى جامعة الكويت، جامعة الكويت أو جامعة طهران أو جامعة العراق أو جامعة مصر، أسأل شنو؟ يقول 1978، هذا من منو؟ أنا شو قلت لكم؟ هذا تاريخ ميلاد المسيح. لكن الحقيقة أنا ما أدري هذا حد صحيح وما هو صحيح ميلاد المسيح في هذا التاريخ، لأن ما أظن أنه صحيح. أنا مش أظن المسيح له تاريخ، وموسى له تاريخ، وعيسى له تاريخ، وآدم له تاريخ، ونوح له تاريخ، كلهم أنبياء كلهم على الرؤوس. نحن نبينا أفضل الأنبياء، وهذا تاريخ أمتنا وتاريخ بلادنا وتاريخ شعبنا وتاريخ كتبنا وتاريخ ديننا وتاريخ وقائعنا. احنا عارفه 908 وكذا سبعه، احنا شو خطب المسيحيين؟ وهذا التاريخ جاء الى بلادنا منذ الاستعمار، يعني من 50 60 سنه فاتوا، جاء المستعمرون الى بلادنا بكل شيء من جملتهم تاريخهم، وقسم من المسلمين اللي يفهمون ايضا الزمن والدجاج مالهم من بوب العقل اخذوا الخبز اليابس والملح من الغربيين، هذا هو الاخر ولا فإذا في يوم ما ألفت كتابا أو كنت في إذاعة أو في تلفزيون أو أنت معلم أو مدرس أكتب التاريخ الإسلامي، شو يصير؟ يصير شيء؟ أكتب 10 محرم 1399 شو يصير؟ هو ما يفهم إلى جهنم فيه، هو لازم يروح يتعلم. أنا أغير تاريخه لأجله، لا هو لازم يغير تاريخه لأجله. أنا تاريخي أشرف من تاريخه وآدابي أحسن من آدابه، أنا أترك آدابي وتاريخي وأشهري وأعرض تاريخ أولئك لا يناسب. شنو هذا شيء ثاني؟ إجينا على الساعة، ساعة الذهاب وحتى ساعة يعني. الساعة كانت عندنا أسأل من شيختنا، وهذا الشايف بعد هناك وهذا الشايف بعد هناك، شنو ساعتنا كانت احنا قبل 30 سنة؟ ساعات عربية. الساعة أولا من مخترع الساعات عرب هم هو المسلمون، هذا القصر المشهور في زمان هارون الرشيد، وساعة أهداء هارون الرشيد لما فهي ساعة عربية. وساعة قررت عربية، يعني من غروب الشمس ساعة 12. بعد واحدة ساعة واحدة. 2 ساعة 2. الآن شنو الآن؟ الآن ساعة 9:30 كانوا يقولون شنو؟ يقولون ساعة 2:30 عربية. يعني 7:08 9:30 يعني كان يكون ساعة الآن ساعة ايش؟ 2:30 قبل الظهر ظهر. أما غربيين جاءوا وجعلوا ساعات من توقيتهم شنو؟ توقيتهم الظهر. ظهر صحيح مربوط بالشمس أيضا ومربوط بالكون، لكن الظهر مش محدد ومعلوم وواضح، كل الإنسان يعرفه. أما غروب كل واحد يشوف الغروب ولا
في صحراء كنت على جبل كنت في طائرة كنت في البحر كنت على السفينة في البلد كنت في أي مكان شوفوش. هذا كان ساعة إسلامية وجاءت عارف المسلمين عليها من زمان الإمام موسى بن جعفر إلى 50 سنة. ولما جاء المستعمرون إلى بلادنا رأوا الساعة أيضا، ولو أن الساعة ما هي خصوصية زوالية كانت أو غروبية، لكن الإمام التاريخية هذا الكلام. وهذا ما نتبع المستعمرين والغربيين والكفار في تقاليدهم وآدابهم، فنترك آدابنا وتقاليدنا وصعوا الشهر السنة الساعة والرابع الاسم. أسامي شنو؟ احنا لازم لضروري نخلي أسامي أولادنا محمد، علي، حسن، عبد الله، أيوب، موسى، عيسى، هادي، جعفر، أسامي الأنبياء وأسامي الأنبياء وأسامي العباد لله تعالى: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد التواب، عبد الرؤوف، تدل الأسامي الصحيحة. إذا تجاوزنا عن هذه الأسامي، أسامي عربية أيضا لا بأس به: صلاح، سالم، وما أشبه، قاسم، جسام، ما أشبه. أما بل الواحد شفناه ناظر هذه المدة، وعد ولد صغير شو اسمه ابنه؟ دغارين. دغارين من وين؟ دغارين بل الواحد روسي وراحل القمر، الذي قبله راحل القمر. النبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لذا يجب لماذا تفتخر فالرجل لا تعرف اصله ولا نسبه، وذو الغريب ما راح للقمر اصلا، ده راح للنار. وصحيح من راح للقمر وراح فوق القمر وراح الى شتبه المنتهى، يعني منتهى الفضاء مثلا. انسان ليش يغير اسمه؟ وثم أكو أسامي في الحقيقة غير مربوط أصلا، مثلا أسامي أكو عربية يخلوها غير صحيح، مثلا معاوية اسم موزين، هذا حقيقة معناه موزين، ولو أن معاوية كان اسمه معاوية لكن الاسم قبيح. راجع اللغة ترى في اللغة أن معاوية معناها في اللغة العربية كلبة عوت فاستعوت الكلاب. هذا لازم حقيقة. إنسان يترك اسم الحسن والحسين وعلي وفاطمة وهل أسامي الجميلة إنسان يتركها إلى أسامينا مربوط. فالبنية بكرة كانت نية تمشي كذا، فالواحد المناسبة صح فكتوريا هذا حقيقة. أسأل من أبوها أو من أخوها شنو على فكتوريا؟ محمد يعرف اسمه فاطمة، زهراء، بتول، أسامي جميلة أصلاً. ثم أسامي عربية، أسامي صحيحة، أسامي إسلامية، أو فكتورية، أو مثلاً دبلين، أو بلد أسامي من هذا القبيل، لذلك أصلاً غير صحيح. من الضروري أن نسمي أسامي أولادنا، إخوتنا، بأسامي إسلامية صحيحة جميلة. أسامي الأنبياء، أسامي أوصايا الأنبياء، أسامي رسول الله، أسامي الأئمة الطاهرين، أسامي المخدرات كفاطمة الزهراء وزينب ومن أشبه، نسميهم بهذه الأسامي الطيبة. أنا أذكر في بغداد، أي قسم أكثر 25 سنة 20 سنة، كان في بغداد فرد يهودي هل يسمي الأولاد، لكن اليوم اللي 5 دنانير له هواية فلوس. كانوا يرقون إلى هذا اليهودي المسلمون يبطوا 5 دنانير حتى يسمي مولودهم بالاسم أجرى وموشى ولا سامي كل يهود موجود، هو يخلي اسم يبطوا 5 دنانير. فهذا هو عرض حقيقة، ومو حشمة أنه أنت تعيش في بلد إسلامي وأنت رجل مسلم وأنا كذا فاخر تترك هذه كلها فاليهودي يخلي اسم ابنك فلان اسم، ما صحيح هذا. حتى اذا مو يهودي وذاك الوقت واضح نحن هاجمناهم اولئك الذين كانوا يعملون هذا العمل، يعني هذا ذوبان في التأديب الاعمى لا اكثر ولا اقل منه. هذا شيء ايضا.
الأذى شنو صار؟ الشهر والسنة والساعة والأسامي. أيضاً العادات، عادات يشيل التليفون في 190 هلو هلو أنا شو؟ كل أول سلام عليكم. تعليل الإسلام هو السلام في القرآن مذكور. قال سلاما، قال سلام في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في القرآن الحكيم أيضا مذكور بالنسبة إلى تحية أهل الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام تعليل الإسلامي وعلى الإسلامية ومستحب شرعا، وأخذ الحديث المسلم له حسنة، له 99 حسنة، والمجيب له حسنة. السلام والجواب لهما كثر حسنات 100 حسنة مقسم 99 إليك المسلم. لماذا؟ لأن أنت متواضع، أنت إنسان ملتزم، وواحد أيضا للمجيب سلام عليكم، عليكم السلام مثلا، فسلام عليكم بصوت صوت حسن، وعليكم السلام له حسن واحد. هذا يقسم بين المسلم وبين المجيب 99 لهذا المسلم، لأنه أكثر تواضعا. والسلام في الإسلام مستحب حتى على الصغير، والجواب واجب. قسم الموظفين إنسان يدخل دوائرهم، أنا ما بعتقد بطبيعة الحال، لكن أسمع من الأصدقاء يسلم عليه ويجاوب، حرام فعل. يعني إذا سلمت على إنسان ولم يجبك فقد فعل ذاك الإنسان الذي لم يجب الحرام. شرب الخمر حرام، على جواب السلام أيضا نوع من الحرام. فإنسان لازم يسلم سلام عليكم، أما عاد غربية وألو صباح الخير وصباح النور، لأن عادات غربية غزت بلادنا ونحن اتبعناها. نحن كان عندنا شنو؟ كان عندنا صبحكم الله بالخير، إلا الله أرحمنا. كان صباح الخير شنو؟ خير الله، خلاص. مساكم الله بالخير، وشنو مساء النور؟ شنو يعني طير اسم الله؟ هذه كلها عناد واقع وعمد وتخطيط دقيق، المسلمون وقعوا فيها. وإلا صبحكم الله بالخير أفضل، لو صباح الخير، صباح الخير من يصبح عنك الخير غير الله؟ أبو غير الله يصبحك بالخير ويمسيك بالخير؟ ماكو. بس الغربيين جاءوا وأقاروا من ألسنتنا حتى اسم الله، وقلنا وقت اللي نروح نقول في أمان الله. بس شنو في الأمان؟ الله لازم يكون في الموضوع، بس هذا هو الشيء. بالأمان بالأمان، حتى إذا فردوا عدى في أمان الله يقول هذا ليش لو قال صباحكم الله بالخير يقول هو هذا الطلب صباحكم الله بالخير. الله، احنا كمسلمين عقلي، احنا مربوطين بالله، احنا مربوطين بالمقدسات. هذا الشيء أيضا طيروه، فلازم علينا أن نواظب عليه. صباحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، سلام عليكم، في امان الله، في حفظ الله، في رعايه الله. من هذه الالفاظ الاسلاميه الوارده حتى كل الاحاديث، اذا دخلت الدار ولم يكن في الدار احد سلامين مستحب. الاول تسلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. الثاني تسلم على نفسك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قل احنا ماكو في الغرفه، قل احنا ماكو في الدار، قل احنا ماكو في المدرسه، لكن من المستحب السلام. انسان يسلم اذا ورد في مكان لم يكن في ذلك المكان احد، يستحب له سلامان، سلام على نفسه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام الثاني السلام على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. لا أعلم بالأحاديث أن رسول الله كل إنسان سلم أو صلى عليه الله يبلغه هذا السلام وهذا الصلاة، والرسول يجيبه بالسلام. هذه العادة الإسلامية الجليلة تركناها ويجب أن نرجع إليها. فإذا واحد قال لك صباح الخير قلت السلام عليكم، هذا هو الحديث
إذا جاءكم رجل وابتدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. شنو؟ المعارية الإسلامية تكون فالواحد يجي يدخل من الباب هو تلفونكم يشتغل وما يشتغل يجاوبوا. لو أقول سلام عليكم بعدين تلفونكم يشتغل وما يشتغل. أو أنا واحد بضاعة أشكر أول سلام عليكم بعدين هاي بضاعة أشكر. لازم أشكر. شيء آخر والله أيضا تركناه عادة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل رسول صلى الله عليه وسلم كل أمر في بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع. يعني كل شيء له شأنية فشرعت فيه ولم تقل بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيء مقطوع عن الخير. وأقول أحاديث إذا شربت إذا أكلت ولم تقل بسم الله شاركك الشيطان في الأكل وبالشرب. أبو عيد القرآن الحكيم وشاركهم في الأموال والأولاد. الله قال للشيطان أنت موكل أن تشارك الناس في أموالهم وأولادهم إذا لم يذكروا اسم الله. فإذا أكلت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يبتعد عنك، وإذا أكلت بلا بسم الله الشيطان يشترك معك. وشنو نتيجة اشتراك الشيطان في المستشفيات الممتلئة بالمرضى؟ هل سابقا أن كنت المرضى فعلا؟ صار جلسة من هذا الحج، نزل في الكويت على نفوس 100,000 شخص في الوقت. إذا كم طبيب فعل؟ يقول طبيب يموت هذا. هم شمل الفنادق يقول لعله هو 20 طريق فنادق. أما تعالى هسه شمل يغادر جسم الكويت مرضى إما بالسكر وإما بالحرق المعدة وإما بالقلب وإما بضغط الدم وكل واحد أعطاه على نفس الشيء. طهران نفس الشيء، لندن نفس الشيء، كل مكان لأنه ضغط. الله لما تركنا تركنا باكر ولا طريق. فبسم الله من فائدتها ابتعاد الشيطان عن اكلك وعن شربك وعن حتى نفسك. اي شيء تريد تصنع قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان لما كتب كتاب الأنبياء شنو كتب في سورة النمل؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. تاكل اشرب تمشي تسوق سيارة تلبس ملابس تروح على عجلكم الله ورحمياه كي تتوضع أي شيء تريد تسوي قل بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قلت هذه الكلمة من فوائدها أنك في يوم القيامة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أنك تعودت هذا الشيء فتمحى صحيفة عملك عن كل سيئة خلاص سيعتذر. أما لو ما طلع بسم الله الرحمن الرحيم أشكر رحلت أشكر جيت أشكر نمت حتى في وقت المنام من المستحب الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وينام. والمستحبات يقول لك نزلت أنت في بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة كلها بسم الله الرحمن كلها أول بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى الآن نصف الكتب كويت لا بأس بهذا الحق في الكتب المدرسية في الكويت أغلبها أولا بسم الله الرحمن الرحيم حقوق حسب عن اللي رأي أغلب الكتب ما هي بسم الله الرحمن الرحيم الواحد يكتب بسم الله ما في مو صحيح. لازم الإنسان في أول تأليفه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك في المحلات آيات قرآنية كلمات حكمية بسم الله آية الكرسي الذي كلها كانت تقاليد إسلامية صحيحة. بالنسبة إلى المحلات نشوف هناك مخزن الخيام. مخزن الخيام شو معنى؟ خيام بلد واحد إيراني يعترف هو على نفسه بأنه كان يشرب الخمر. رجع بقى اكتب مخزن المرتضى يعني جيل المرتضى هذه العلماء البارزين. مخزن الطوسي مكتبة الأمير عند الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مثلا أو مع مدرسة علي بن أبي طالب هذا صح. أما الخيام خيام فرد واحد يعترف على نفسه في أشعاره بأنه كان يشرب الخمر ومن شأن المعروف باللغة الفارسية من
میخورم و بگرد خمر من از خمر من میخورم و هر که چه من اهل بود میخوردن من به نزد او سهل بود میخوردن من حمد ازل میدانست گر می نخورم علم خدا گرد بود و شعر نامرموز به نامر بود هست هر شعر بود و چه دوباره اصلا انسان میدید من اینجا و شروع مصدره و ادرده سن من کل شده بدنه تن عندنا قبل 50 سنه اسم خلیم على مکتبه او على مخزه او على ای شی ما قام ابدا المستعمرون یریدون یراوجون خمو فقط اسم یراوجون خیام خیام خلاب منو یقول تاریخ او قام خمات و خمو زیاده اقل و على هذا المعدل لازم اسامی محلاتنا اسامی شوارعنا مدارسنا هالشكل مخازننا هالشكل شوارعنا هالشكل محلاتنا هالشكل مستشفياتنا هالشكل بس هو خصف الهادي لا باسه اسم الهادي ولو هو يقصد بالهادي نفسه لكن اسم زهد او صباح اسم عربي اسلامي مثلا اما قد اسامي اسم انساني اللي بيقوله قد اسامي قوت اللي خلى على محله او على مخزنه او على متحفة او على متجرة او على معهد الحدث شو الجواب؟ شو بطلق اسامي اسلامية جميلة وحتى اذا مثلي تجيب اسامي الائمة والنبي ومن اشفى جيب اسامي اقدم عربية صحيحة جميلة لا سبيل اما نجيب اسامي من الغرب والشرق ما اكو هنا وقو بكل مكان اسامي اناس غير معروفين او غير مربوطين ونحن أمة مسلمة يجب علينا أن نتبع تقاليدنا وآدابنا وديننا وطريقتنا وقرآننا وشفتنا لأن فيها عزتنا أما تقليد هؤلاء أو هؤلاء معناه التبعية معناه الذلة معناه الاستعمار ومعناه الاستثمار كما بالفعل استعمرونا واستثمرونا لا أكثر ولا أقل من هذا فمن الضروري شهورنا ساعتنا عامنا تحياتنا أسامينا شوارعنا ابتداء وأعمالنا والدعاء بسم الله والحمد لله وشكرا لله كلها يجب أن تكون إسلامية دينية منافعة من نفس البلاد إن عدة الشهور عند الله 12 شهر ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.